أنا بصراحة في حاجة مش مرتاحة لها يا أستاذ راتب، ومحتاجة أفهم منك بالظبط. خلاص بقيت أستاذ راتب، ما بقتش أونكل. أنت بقيتي بتعامليني رسمي قوي يا شمس. بجد مفيش وقت للكلام ده، أنا محتاجة أفهم منك كل حاجة بالظبط. على حد علمي إن بعد الحكم الأولاني كان المفروض يفوت شهرين ونقدم النقد، والوقت عدى بكتير وحضرتك ما قدمتش أي حاجة. ليه؟ بتشككي فيا؟ بعد السنين دي كلها اللي بخدم في والدك تتهميني بإني ضيعت ميعاد النقد؟ ممكن حضرتك تشرح لي بدل التأنيب اللي ملوش لازمة ده؟ القضية يا شمس زي ما قلتلك فيها بعد سياسي، في ناس بتنتقد، بتصفي حسابات مع نور بيه. يعني ايه بعد سياسي؟ ومين الناس دي اللي بتنتقم من حد متوفي؟ وايه اللي بيعملوه يعني علشان ينتقموا منه؟ ايه تأثيرهم اصلا على القضية؟ انا مش فاهمة حاجة. ارجوكي افهميني، انا لو قدمت النقد في التوقيت ده كان هيترفض، وده اخر مرحلة في التقاضي، يعني الحكم كان هيبقى بات، مش هنقدر نطعن عليه. وايه الخطوة اللي حضرتك ناوي تعملها بعد كده؟ ارجوك فهمني علشان مظلمكش. أنا هحرك الدعوة قدام محكمة مدنية وهطالب الحكومة باسترداد ثروتها، ولو الحكم صدر لصالحنا هيبقى في تناقض بينه وبين الحكم اللي أصدرته المحكمة الجنائية، والتناقض ده يخلينا نقدر نطرح القضية قدام الدستورية العليا، وفي الحالة دي أنا واثق إننا هنكسب القضية. أنا مش فاهمة حاجة خالص، مش فاهمة. بالطبيعي إنك ما تفهميش لأنك مش محامية. حتى المحاميين معظمهم ما يعرفش ياخد الإجراء ده. صدقيني يا شمس، أنا ماليش أي مصلحة في إني أفوت موعد النقد. يعني حضرتك واثق من اللي جاي؟ إن شاء الله كل خير. صباح الخير. صباح النور. هي كويسة؟ الحمد لله. شكرا. أسيبكم لوحدكم أنا. تيتا. تيتا انتي كويسة؟ فيكي ايه؟ صدق الله العظيم. والله العظيم خضتيني عليكي. بقى يا سلمى لازم اكلمك وابعتلك عشان تيجي؟ ده كلام برضو؟ اكيد لا يعني. وبعدين انا كنت عندك من 3 ايام، وانتي عارفة ان احنا مقسمين الزيارات، انا وشمس ومري عشان شغل البيت والصيدلية، ما انتي عارفة يا تيتا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، بس أنا كنت عاوزة أكلمك في موضوع. أنتِ تأمري يا تيتا. خير قوليلي. في واحد زميلك في الكلية جه مع يحيى زارني. حازم؟ اللي طردتيه من البيت. تيتا أنا ما طردتوش، أنا قلت له إن هو ما ينفعش يجي يتقدم في ظروف زي دي، وبعدين هو أصلاً جه من غير ما يقول لي، أنا اتفاجئت يا تيتا. ويعني إيه يجيلك المستشفى؟ يعني بجد الموضوع بقى مستفز. بتحبيه؟ ايه تيتا الكلام ده؟ لا يعني انا مش بفكر اصلا في مش بفكر يا تيتا في الحب وكده، وبعدين الظروف اصلا مش بتحبيه يا سلمى. شوفي بقى مفيش حد فاهمك قدي، على طول حاطه الدنيا فوق دماغك وتفضلي مصلحه الكل عن مصلحتك. بس يا بنتي ما ينفعش في الموضوع ده تعملي كده، ما بقيتيش صغيرة يا سلمى، وده قرار يا بنتي لا أنا ولا أخواتك نقدر نكبرك عليه. أنا بس يا تيتا شايفة أنه لا الظروف ولا الوقت مناسبين. ظروف إيه؟ لو هتستني لما تبقى الظروف مناسبة هتستني العمر كله. اسمعي كلامي يا بنتي، أنا شايفة أنه شاب مهذب ومؤدب وابن ناس. طيب بصي، هو يعني هو أنا بصراحة يعني مستريحة له، بس إيه تاني؟ مش عارف، خايفة أوافق يا تيتا. ليه؟ وفي نفس الوقت خايفة أرفض.